ولا جاء بعد خساره الديربي. كان اسبوع صعيب على مستوى التحضير، كنا مطالبين باش نعملوا رد فعل، لكن جاي تلف المقابله بثلاث نقاط بانتصار. وكان هذايا في بدايه المقابله رغبه كبيره واصرار كبير باش ندخلوا بقوه، نحطوا ضغط عالي على المنافس. الحمد لله الفتره هذيك اعطتنا هدف. بعد صار اكتفاء شويه على مستوى النتيجه، وقعدنا نخليو الكره للمنافس. الشوط الاولاني تعدى تقريبا احنا مقامين في النتيجه، وفريق فتح الرباطي عنده اكثر البوزيسيون دو لابا. دوزيام ميتون كانت وجه مغاير، وجه نتاع باش نحاولوا نبادروا، نحاولوا نخلقوا فرص، خلقنا العديد من الفرص. كنا مطالبين باش نطلبوا المقابله على مستوى الهدف الثاني، الهدف الثاني ما جاش في العديد من المرات. وفي نفس الوقت كنا متعرضين لهجمات خطيرة، هجمات سريعة من المنافس اللي كان هو بيده قادر تشجع في النتيجة على مستوى 1-1. عموما كي نشوف الفرص اللي جات لينا احنا، الفرص اللي جات فتح نقول المقابلة ما كفاش، عطانا زيرو، كان نجم نشوفها 4-2 3-1. الحمد لله الانتصار جاء بعد مجهود كبير قاموا به اللاعبين وإصرار إصرار كامل المقابلة على الناس اللي تعاون الحمد لله. يعني مش المقابلة هذه الوحيدة اللي يدخلوا يقلبوا وجه الفريق، والفريق ديما يكمل بقوة. إذا حبوا نمشيو لبعيد، فريق الرجاء ماهوش حدش لاعب، فريق الرجاء هو مجموعة. فما ناس تبدا العمل نتاعها في بداية المقابلة، فما ناس اللي تدخل تكمل العمل نتاع أصحابها، وأهم شيء نكملوا بقوة. كما قلت لك أنا نوافقك على طول، خاطر اللي كانوا كملنا المقابلة بقوة، كنا قادرين باش نسجلوا الهدف الثاني. راضي على مستوى الروح، راضي على مستوى الرغبة، راضي على مستوى الإصرار، راضي على مستوى تضامن اللاعبين ما بين بعضهم، والروح المسؤولية اللي موجودة في الفكرة نتاعهم. يلعبوا مش يقلعوا الربح، يلعبوا باش يفرحوا رواحهم، باش يفرحوا الجماهير الكبيرة اللي وراهم. هنا راضي على مستوى عاملين اللعب، خلقنا فرص خاصة نهاية الهجمات، لازمنا نتحسنوا. اليوم عندنا 6-7 كرات، مش معقول من نسجلوا كان هدف وحيد. هذا يجي يكمل عمله، خاصة في التمارين لازمنا نكونوا حريصين في النقطة هذه باش نتحسنوا.